السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الجريد في برنامج أوتوديسك نافسوركس. ممكن تكون أنت عايز تظهر الجريد عشان تشوف حاجة معينة، أو مش عايز تظهر الجريد، ظهر عندك غلط وأنت عايز تخفيه. تمام، باجي من قائمة فيو بقول له شو جريد، فبيظهر لي الجريد. طيب هو ظهر الجريد على أساس إيه؟ دي اللي إحنا عايزين نشوفه. اول حاجه هو بيظهر لي ممكن يكون عندي كذا موديل، فاختار الموديل من هنا، اقول له مثلا ده انا عايز اشوف الجريد بتاع انهي مبنى، وممكن اجي هنا بقول له اباف اند بيلو، هيوريه لي فوق ويوريه لي تحت اعلى واسفل النموذج بتاعي. ممكن اشوف بس من تحت او العكس، اقول له وريه لي من فوق بس. تمام، او اقول له اول في كل الادوار، هو كده ظهر في كل الادوار، او اقول له ايه فيكسد، يعني عايز اشوف في دور معين. واجي هنا اقول له انا عايز اشوف في دور الجراوند، عايز اشوف في دور الروف، عايز اشوف في دور في مستوى الشارع روت فلور. تمام، دي فيلا صغيره انا عاملها، فكنت ضايف دور اسمه روت فلور على اساس يبقى ده مستوى الشارع. تمام، البيزمنت. تمام، وممكن اجي هنا في السهم، لما تلاقي سهم كده تعرف ان في حاجات مستخبيه جوه، فتدوس عليه يقول لك انت عايز تخلي اللون الليفل الاباف لونه ايه، الليفل بلو لونه ايه، الاظهر ليفل لو انا اظهرت كذا ليفل يبقى ايه، الليبل الفرونت سايز ممكن عايز تكبر انت الفونت او تصغره، اكستريم مود زي ما انت شايف تظهر بطريقه الاكستريم. تمام، بس دي فكرة بسيطة عن الجريد ازاي نظهره ونخفيه في برنامج اوتوديسك نفس وركس. ومجرد ان ادوس هنا هيشيل، وانا لو عايز اظهر الاكس والواي والزد والبوزيشن سهل ان انا اظهرهم واخفيهم من قائمة فيو. اسعد الله مساءكم.